طبعا هناك ملف مفتوح في اليونسكو لاعتماد مسار العائلة المقدسة كإحدى المسارات التراثية العالمية. اليونسكو لازم تبقوا فاهمين ان هي مش بتدور على الحقائق والمخطوطات، لا، اليونسكو عندها term of reference، يعني الموقع نفسه لازم يكون متوفر فيه شروط اليونسكو بتحطها لما تطبقها وهو ماشي بتشيك ليست، موجود 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 موجود، يعتمد ده في اليونسكو. جاري مراجعة المواقع، بعض من المواقع برضو وليس كل المسار لاعتمادها من اليونسكو، هم الثمان مواقع اللي احنا شغالين عليه. واليونسكو اللي معني باليونسكو هي وزارة الآثار وليست وزارة السياحة، والخارجية المعني باليونسكو وزارة الآثار ووزارة الخارجية. الملف ماشي في مساره الطبيعي الفل، وخطوات قوية جدا وثابتة، ويعني أنا متفائل خيرا في النتيجة إن شاء الله. ثمار اعتمادي يخرجك من الحج الفاتيكاني للسياحة الروحية العالمية. احنا دلوقتي بنتكلم حج فاتيكاني بنخاطب شريحة من المجتمع 2 مليار، تطلع اليونسكو بيخاطب 5.7 مليار مواطن في العالم. دي نقلة نوعية تانية. انت بقى البوزي يجي بقى اليونسكو اعتمد، هل الحج الفاتيكاني يدعمنا في حج بدون شك؟ بدون شك، شوف بدون شك، بدون احنا ماشيين على الخطوات على نفس المواقع اللي الملف مفتوح في اعتمادهم، هم المواقع اللي الفاتيكان. خلي بالكم من الرؤيه. ايوه ايوه. هل المسار ده معمول له ميزانيه للدعايه بعد الاعتماد الحج الفاتيكاني؟ اللي اقدر ارد عليك فيه ان مجرد اعتماد الفاتيكان لبرنامج حج فاتيكاني بيخاطب كنائس الكاثوليك في العالم كله، انت بتهنا المستهدف بتاعك سياحة روحية. البريست بتاع الكنيسة بيجمع الشعب المصلي بتاعه، فالدعاية معمولة تلقائية. لكن الأحسن دعاية أنا أطلبها من جورنالة المجتمع المدني، المجتمع المدني، المجتمع المدني. أنا من منبركم بناشد المجتمع المدني في المواقع المحيطة بمواقع المسار بالاستعداد لاستقبال الأفواج دي بشكل لائق وحضاري، واستثمار الأفواج دي، ويبتدوا من دلوقتي اللي معروف عنه الصناعات اليدوية الصغيرة، إن كان بيجدل نجيل، بيجدل خوص، أو بيعمل كليم، أو بيعمل حاجات مشغولات يدوية، فخار، ألاباستر، يربطها بالعائلة المقدسة في الموقع، سوف تدر عليه عائد كبير جدا، وتنعش من اقتصاده، وتبقى سبب خير عظيم جدا ليه. هيبيع بالاسترليني، وهيبيع بالين الياباني، وهيبيع بالدولار، وهيبيع باليورو، وهيعظم من سبل معيشته، وهيحسن من دخله، بس ما يزعلش سائح او حج، بلاش كلمة سائح، حج، لان اللي هيزعل هيطفش 10، اللي هينبسط هيجيب لي 3 تانيين.